ستاتوس السؤال اللي بيان فيني شي بعض فاسيل اليوم قررت نزيد هذا التمرين في الداخل ديال الكور ديال لوتيريم ديفالور اكاديمي ديال السببين. اولا حيت لوتيريم ديفالور اكاديمي ديال كتدخل في الامتحان الوطني، ثانيا لان هذا النوع من التمارين ديما كيتعطى في الفروض وفي التمارين باش تفهموا شكون اللي متمكن مزيان في لوتيريم ديفالور اكاديمي ديال. اذا في هذا الاكزرسيس كيقول لي سوا اف اكس ايكغال اكس على بيسونس 3 موان 6 اكس على بيسونس 2 بلس 6 montrer que l'équation de f(x) égale 0 admet trois solutions CR et on déduit le signe de f(x) CR. Au moins, bah, c'est pas. Mais les quatre signes, trois solutions, ça veut dire qu'elle va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires trois fois. La première qui fait chaleur le CR. Au moins, rien que le CR. Maintenant, les quatre signes, c'est R. R, pour ce qui est à moins l'infini, tel plus l'infini. الخطة بسيطة هي أنك تلقى لو طابلو دو فارياسيون، صيب لو طابلو دو فارياسيون إف إكس، ياك؟ مثلا تكون من موان أنفيني مثلا حتى موان دو، من موان دو حتى الأن، ياك؟ تكون لا فونكسيون ديالي هنا مثلا دي كخواسونت، دي كخواسونت، بوي دي كرواسونت، خاص لا ليميت عند موان أنفيني مثلا كانت بليس لأنفيني، هنا ليماج دو موان دو تكون باغيزومبل موان 3، غنقول لكم علاش، ليماج دو 1 باغيزومبل تكون هي 2، ولا ليميت عند بليس انفيني مثلا تكون هي موان انفيني. دابا كتولي كتخدم لو تيوريم دي فالور انترميديير على 3 انترفال، كتخدم من موان انفيني حتى موان 2، كتقول لي لا فونكسيون اللي كونتيني في هاد الانترفال، يعني الشرط الاول لا كونتينويتي، الشرط الثاني كتعتبر ان هاد ليميت بليس انفيني راه بوزيتيف وليماج دو موان دو راه نيجاتيف، إذا الشرط الثاني متحقق، مفهوم؟ كتقول لي لا ليميت كونت إكس طون فيغ بليس لانفيني ديال إف إكس إيتيكال موان بليس لانفيني و إف دو موان دو إيتيكال موان 3، إذا هذا كيتعتبر بوزيتيف وهذا كيتعتبر نيجاتيف، يعني كاين الزيرو بيناتهم، وآخر شرط كتلاحظ من لو طابلو بأن لا فونكسيون إلي ستريكتومون ديكرواسونت، إذا كاين واحد العدد ألفا كي يبقي على الانترفال موان انفيني موان 2 بحاله اف لي الفا الى 0 وحيت عندنا 3 ديال الفايات غنسميها الفا 1 دو لا ميم مانيير كتابليكي هاد لو تيوريم دي فالور انترميديير في الانترفال موان 2 1 كتقولي عاوتاني لا فونكسيون كونتيني في هاد الانترفال ليماج دو موان 2 سي موان 3 سافدير لي نيجاتيف ليماج 1 سي 2 سافدير لي بوزيتيف اذا لا دوزيام كونديسيون اللي فيريفي La troisième condition, c'est que la fonction est strictement croissante. Donc, qu'il y a un nombre alpha 2 qui appartient à l'intervalle moins de 1, tel que alpha 2 égale 0. N'a f de alpha 1, tawa égale 0. Thomas, à l'heure, عند ان بليس انفيني كتشرح لي عاوتاني بان لا فونكسيون اللي كونتيني هنا ليماج ان سي دو سافدير بوزيتيف لا ليميت عند بليس انفيني سي موان انفيني اون بوتير كي نيجاتيف الى فونكسيون لي سكيتون دي كروسونت اذا لي تروا كونديسيون اللي ساتيسفيت دونك كاين واحد النومبر الفا 3 كاين في الانترفال ان بليس انفيني حنا ما عرفناهاش المهم كاين تيل كي اف لي الفا 3 ايكال زيرو اذا ما تخلعش ملي كتلقى واحد سوليسيون اللي كيقول لك ادمي 3 سوليسيون ولا 4 سوليسيون ولا الى قال لك 3 سوليسيون سافوتي فوزالي ابليكي لو تيوريم دي فالور انترميديير 3 فوا الى قال لك 4 سوليسيون سافوتي فوزالي ابليكي لو تيوريم دي فالور انترميديير 4 فوا اي ان سي سويت يعني الامور فقط في داخل لو تيوريم دي فالور انترميديير كنعمل على كل مجال كنقول ليه في هذا الانترفال الى ان سوليسيون اينيك كتبقى لا ميطون Comment déterminer le signe de f(x) c'est r. Et donc pour cela, on va résoudre cet exercice. Et quand il y a une trois solutions, il y a une solution unique ou une solution unique. C'est au moins assez facile. Donc, je vais vous montrer là. Et il y a f(x) est égal à x à la puissance 3 moins 6 x plus 6. Donc, là, voilà, f est un polynôme. Donc le polynôme est un polynôme continu sur R. Continu sur R, ça veut dire qu'il continue sur tout intervalle dans R. C'est ce qui est le mien.
حيت غادي نقسم ثلاثه ديال المجالات بويسكي لي كونتيني في ار راه متصل على اي مجال ديالنا ار مزيان. ثم غادي نديرو واحد لو طابلو دو فارياسيون بوغ افوار لو طابلو دو فارياسيون جو دو كالكيل لا ديريفي اف بريم دي اكس ايكال لا ديريفي دي اكس لا بويسونس 3 3 اكس لا بويسونس 2. عفاكم راه كنهضر معاكم منيتي اللي ما عرفش لا ديريفاسيون يمشي يحفظ ليا دابا لو طابلو ديال لا ديريفي راه كاين في باك فاسيل ونشرح بالحذافير ديالو. راه هنا ما حطيتيش لا ديريفاسيون راه ما كاينش الباك يكتب عليك شي كذاب. راه غتحتاج لا ديريفاسيون في الماط توت لاني وغتحتاج لا ديريفاسيون في الفيزيك في الالكتريسيتي غتحتاج لا ديريفاسيون في الميكانيك غتحتاج لا ديريفاسيون في النيكليير غتحتاج لا ديريفاسيون. اذا صلحني الا ما ضبطيش لا ديريفاسيون ما تسناش الوقت وجد تبيع معاه دونك 3 اكس كاري موان 2 اكس مع احترامي لاي واحد كيدير خدمه حلال ولا غير ميساج قد يكون باش انت انك تحرك فيك النفس انك تخدم. دونك لا ديريفي دو اكس لا بويسونس 3 3 اكس كاري موان 2 اكس غادي نفاكتوريزيها باش تبان لكم غادي تكون 3 اكس فاكتور اكس موان 4 عملت 3 اكس اذا بقات هنا اكس ملي جيت هنا 3 اكس بقات هنا موان 4. اذا كيفاش كنديرو طابو دو فارياسيون الامور غير في البطاطا اكس دونك لا بوين فهمت هاد القضية حيت لي تيب دي فونكسيون غادي تبان شاك فوا كتبغي حسبتي لا ديريفي كتقلب لو سيني ديال هذا ديريفي حيت الا كانت اف بريم نيجاتيف كتكون اف دي كواسونت الا كانت اف بريم بوزيتيف كتكون اف كواسونت. هنا لو سين ديال اف بريم ديبون دو سيني دو 3 اكس اي دو سيني دي اكس موان 4 اذا ندخلهم داخل جوج داخل الطابو فارياسيون 3 اكس اكس موان 4 هاد دو غيعطيوني غيعطيوني اف بريم دو اكس وتحت اف دو اكس جو افوار لو سيني دو اف دي اكس. اذا عندي موان انفيني بليس انفيني اذا 3 اكس سالين في الزيرو 3 اكس كتساوي صفر اذا كان اكس كيساوي صفر و اكس موان 4 كتساوي صفر اذا كان اكس كيساوي 4 اذا زيرو عاد 4 دونك 3 اكس ايكال زيرو هنا و اكس موان 4 ايكال زيرو عند 4. هنا لو سيني دو موان ا شكون هو ا؟ هو 3 العدد اللي مرتبط بإكس. دونك لو سين دو أ سي بوزيتيف لو سين دو موان أ سي نيجاتيف دونك نيجاتيف هنا هو ليم ديال زيرو بوزيتيف. ثم إكس موان 4 شكون أ هنا هو واحد في اليسار ديال زيرو لو سين دو موان أ سافدير موان موان وفي الدغوات لو سين دو أ سافدير بليس. إذا هنا الإشارة ديال هذا فوا هذه هي اللي غتعطيني الإشارة ديال إف بريم الإشارة ديال هذا فوا هذا هي اللي غتعطيني لو سين ديال إف بريم موان فوا بوان فوان فوان موان صافي بليس إي بليس فوا موان سي موان بليس فوا بليس سي بليس. دونك عندي هنايا زيرو زيرو دونك لا فونكسيون إيسي دوا إتخ كخواسونت هنا دي كخواسونت وهنا كرواسونت. دونك لا ليميت عند موان انفيني ديال هادي غتكون لا ليميت ديال اكس لا بويسونس 3 لا بويسونس اللي امبير دونك لا ليميت غتكون موان انفيني ليماج دو 0 0 0 0 سي 6 ليماج دو 4 4 لا بويسونس 3 موان 6 فوا 16 بليس 6 سي موان 26 الى ليميت عند بليس انفيني سي بليس انفيني. اذا اش كنلاحظوا هنا كنلاحظوا بانه لا فونكسيون في الانترفال موان انفيني زيرو راه كاين لي اش اللي كونتيني لاحقاش قلنا اللي كونتيني سير اه دابا تصاوبتي اللي كونتيني في كلشي هاديك زانترفال اللي كونتيني في الانترفال موان انفيني زيرو اللي كونتيني في الانترفال زيرو كاتر اللي كونتيني في الانترفال 4 بليس انفيني على خاص لي زانترفال سون انكلي دون ار هما جوست من ار دو بليس كنلاحظ بان لا ليميت عند موان انفيني سي موان انفيني سافدي نيجاتيف لا ليميت عند زيرو سي 10 سافدي بوزيتيف. اذا لا دوزيام كونديسيون اللي ساتيسفيت دو بليس لا فونكسيون اللي كومون اللي ستريكتومون كخوا كخواسون قطعا تزال تزايدية. إذا الشروط الثلاثة متحققة لا كونتينيتي الصورة ديال هذا أو لا ليميت هنا نيجاتيف ولا ليميت هنا بوزيتيف
ولا فونكسيون لي سكريبتومون كروسونت. دونك كاين واحد الفا 1 هنايا بحيث اف دو الفا 1 ايكال 0. هذاك الفا 1 كاين في الانترفال موان انفيني 0. مزيان ربطو معايا البال. ليماج ديال داك الفا 1 غتساوي 0، هادي غتحتاجها ياك. دونك في 0 4 نفس الشيء. ليماج 0 6 6 سافدي لي بوزيتيف، ليماج دي 4 6 موان 26 سافدي نيجاتيف. لا فونكسيون اللي كونتيني اي لي سكريبتومون ديال كروسونت. اذا كاين واحد الفا 2 لي ليماج ديالو كتعطيني 0. اذا لي اكزيست اف لي الفا 2 ايغال 0. هاد الفا 2 ابارتيان على تيرفال 0 4. هنا كاين واحد الفا 1، هنا كاين الفا 2. دو لا ميم في 4 بليس انفيني لا فونكسيون لي كونتيني ليماج دو 4 6 موان 26 نيجاتيف. لا ليميت عند بليس انفيني بليس انفيني اللي سي بلوز ولا ماينس بوزيتيف. Et en plus, ça fonctionne strictement croissante. Il a gagné alpha 3 unique qui appartient à 4 plus infini. Behind f de alpha 3 égale 0. Et donc, à l'intérieur du site intervalle, il existe une solution unique. À l'intérieur du site intervalle, il existe une solution unique. Et à l'intérieur du site intervalle, il existe une solution unique alpha 3. Et donc, depuis moins l'infini, tel plus infini, il y a R ou là, il existe trois solutions. Si bien, on a répondu à la première question. Il reste, on déduit le signe du fx, c'est R. Au moins, bah, c'est agité. Je vais effacer l'exercice. Voilà, on va voir le tableau de fond. Bêche, je vais vous poser. صبروا قاعد طبعات ونساليو ان شاء الله. x موان انفيني 0 4 بليس انفيني. دونك حنا كيهمنا غير اف بريم x وفي الحقيقه اف x. دونك موان بليس موان موان بليس موان بليس croissante, décroissante, croissante. La limite de moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite en 0, 6, 6. L'image de 0, 6, 6. L'image de 4, c'est moins 26. Et la limite de bis infini, c'est bis infini. Et là, il y a une alpha 1. L'image de l'eau, il y a 0. On a une alpha 2. L'image de l'eau, il y a 0. وهنا كاين الفا 3 لي ليماج ديالو هو 0. سي بيان. دابا ما علاقة هادشي بلو سيني ديال اف اكس؟ يقدروا نجبدوا لو سيني ديال اف اكس ونطبقوا واش غيكون بأبسط طريقة ممكنة. لاحظ بأنه تخيلت أنني أنا أون دافير وكان عندي موان انفيني، أنا إغلقت بالكريديات ياك، ولكن بدا كيسهل ليا من هنا وصلت للزيرو. إذا في هذه المرحلة نقدروا نعتبروا لو سين ديال اف اكس اللي كومون اللي نيجاتيف. المشاريع ديالي كانت باقي في الموان من هنايا من الفا حتى هنا. انا عندي هنا بليس اللون والاحمر، هنا عندي الموان، هنا طلعت لي بليس حتى وصلت مثلا واحد 6 6 د المليون ولا جو سي با، ولكن بيت عاوتاني كنخسر. اذا من الفا ان حتى الفا 2 هنا بليس ومن هنا 6 وصلت هنا للزيرو، هنا عاوتاني بدات في فايت. اذا انا في هذا الانترفال هذا من 0 حتى الفا 2 راه باقي عندي البليس، درت الفايت وباقي كنخسر. اذا 0 حتى الموان 6 عندي هنا الموان، وثم حتى وصلت لاقي 26 مليون ديال الكريدي جينا من جيكو. دونك هنا مشيت عاوتاني مثلا بيت كنربح، انا بيت كنربح سير عليا مولانا، ولكن انا باقي كنخلص ناقص 25 ناقص 24 حتى 0. دونك هنا الموان ثم 0 ثم ولات بليس انفيني وسهل عليا مولانا بليس انفيني وليت ملياردير. مزيان سي بيان. اذا هنا هذا الشيء كيمكننا اننا نديرو هذا الشيء في داخل واحد لوطابلو. هذا لوطابلو كدير فيه لو سين ديال اف اكس. فهمتو معايا البال وغتفهم. اكس اف اكس كنمشي من موان انفيني حتى الفا 1 من موان انفيني حتى الفا 1 كان هنايا موان، من الفا 1 حتى الفا 2 كان هنايا بليس وهنا بليس، كانت هنايا صفر. ثم من الفا 2 حتى الفا 3
دونك هنا عندي سالفين مزيان. اذا قلنا من موالا فني حتى الالفا 1 لو سيني كيدير نيجاتيف، من الفا 1 حتى 0 لو سيني كيدير بوزيتيف، ومن 0 حتى الفا 2 باقي بوزيتيف. عند هنا كاين 0 هنا كاين 0، من الفا 2 حتى 4 من الفا 2 حتى 4 نيجاتيف، ومن 4 حتى الفا 3 باقي نيجاتيف، ومن الفا 3 حتى لسانفي راه بوزيتيف. ها انت دابا درتي لو سيني ديال اف ليكس ا على المجالات اللي كاينين في اف، من موالا فين حتى الفا 1 اف ليكس سانفي راه 0، يعني من موالا فين حتى الفا 1 اف ليكس انفيرور ايكال 0. نفس الشيء من الفا 2 حتى الانتيغرال الفا 3 دو الفا 2 جيست الفا 3 اف ليكس اللي انفيرور ايكال 0، ولكن من الفا 1 حتى الفا 2 من هنا حتى هنا اف ليكس سيبيرور ايكال 0، ودو الفا 3 حتى بليس لانفيني اف ليكس اي سيبيريور ايكال ا 0. على اي حال نتا طابلو جاب لي كليسيني، دونك هذا هو اللي بغيتكم تستافدوا منه ان شاء الله. ان فوا نسيو لكم غير مجموعه من الدروس، واحد تعمقوا شويه كل واحد على حسب المستوى اللي بغا يوصل ليه، وغادي ندوزو من بعد نكملوا في الاجزاء الاخرى من الدرس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.